كان ليصدق أن هذا الشارع سيحيا من جديد. مشهد يوحي وكأن أصحاب المطاعم والحانات وصالات السهر فجروا انتفاضتهم الخاصة ضد كل من ظن أن هذا الشارع سيموت بعد الدمار الذي خلفه رابع أكبر انفجار في العالم. هذه المنطقة التي نهضت من تحت أنقاض انفجار بيروت كانت مصنفة عالمياً خلال السنوات الأولى من الألفية. عودة الحياة أعادت خلافات بين الأهالي وأصحاب المطاعم الذين يتفهمون انزعاج سكان المنطقة من الضجيج والأصوات العالية وزحمة السير الخانقة في الليل، لكنهم يؤكدون أنهم التزموا جميع التعليمات التي فرضتها الجهات المعنية، وهم على استعداد للجلوس مع الأهالي والتوصل إلى حل يرضي الطرفين. كيف تأثرتوا مادياً؟ يعني قديش فرقت أرباحكم من السنة الماضية أو اللي قبلها لهلأ؟ تأثرنا كثير على وضع كثير كبير، بسبب لأنه حتى من وقت الانفجار نحن صلحنا حسابنا، ما حدا إجي صلح لنا ولا حدا إجي مد إيده لنا. بالعكس، من وقت الانفجار لهلأ نحن بعدنا عم نخسر، ما عم نربح. نحن تحت القانون، كنا تحت القانون، بس ما نوصل لحل يرضي السكان، ونحن كان بذات الوقت نكون قادرين بس نشتغل، ما جايين لندر حدا ولا شيء. معهم حق أنه كان وصلت لفترة أنه عملنا كتير بومينج بالشارع وصارت أوفر لاود وأوفر كراودد الشارع، بس هلأ نحن بمحل أنه لا، نحن ملتزمين بكل شيء. أنا مثل محلي أنا غيرت كل السبيكرات اللي عندي بالمحل، كان عندي سبيكرات صار عندي سبيكرات جوا بيسمع مبسوط، برا مثل ما سامع هلأ ما في صوت برا. أما أهالي المنطقة فالبعض منهم يصر على أن أغلب الحانات الموجودة في الشارع لا تلتزم بالقانون، والأمور انعكست سلبا على حياتهم اليومية. والبعض الآخر يرى ضرورة الحفاظ على رزق أصحاب الحانات والمطاعم من ناحية، وراحة السكان من ناحية أخرى. بعد الانفجار اللي هلأ في ذكريات تانية، نحن بيوتنا كل ليلة انفجار موسيقى للساعة 12 وحدة. لا حق على العالم ولا حق على أصحاب المطاعم، الحق على غياب الدولة كليا بالشارع. لو في عنا ثلاثة شرطيين بيحطوه بالشارع ومعهم أنه أوامر هيك 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 يصير، كل شيء بيزبط ولا أحسن من هيك. وفد من مجموعة حي مرمخايل توجه إلى محافظ بيروت وتقدم برسالة موقعة من أكثر من 200 شخص من سكان الحي، وأكدت الرسالة أن أهالي مرمخايل يعانون منذ سنوات بسبب الحانات والمطاعم التي وصل عددها إلى أكثر من 70. طرحنا الحلول التالية: أول شيء إلغاء الفالي باركينج، ثاني شيء اتفقنا كمان أنه كل واحد من الملاهي أخذ أكثر من 3 إنذارات وما عم يلتزم بالإنذارات تبعوله أنه يتسكروا، وبالإضافة للمطاعم والملاهي اللي معمولين على تراس بنائي وفي منها فوق منها سكن، كمان هيدولي اللي بدون ترخيص بده يتسكر. لتحقيق الحلول المناسبة لابد من تقريب وجهات النظر بين الأهالي وأصحاب الحانات، فعوائل عديدة تستند عليها كمصدر رزقها وقوتها اليومي، ولكن راحة السكان أيضا يجب أن تكون الأولوية. رنا عبود، قناة الجديد.